جيبه ثم يشعل سيجارة. هل أي مدى تؤثر هذه النصيحة؟ إن نصيحته لا تغادر المقعد الذي يقعد عليه. فاتقوا الله عباد الله لا يصيبنكم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه هي مصيبة المسلمين اليوم، دعاتهم علماؤهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أنهم لا يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأخلاق صحابته رضي الله عنهم. يريد أحدهم أن يقفز من الأرض إلى القمة قفزة واحدة في العلم. يتلقون العلم من غير عمل، يتلقون العلم من غير تربية، يظنون أن العلم إنما هو جمع للمعلومات. الكمبيوتر اليوم آلة صماء، إذا شحنتها بمعلومات تجمع لديك أكثر من عالم ومن شيخ من شيوخ الإسلام. العبرة أيها الإخوة المؤمنون بالخلق، العبرة بالتقوى، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهل نكون أيها الإخوة، هل نكون خير خلف لخير سلف؟ هل نتبع منهاج العلماء العاملين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نتبعهم في أخلاقهم، في سلوكهم، في فضلهم، في أعمالهم؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. والكلام والنصح في هذا كثير وكثير جدا، وفي هذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.